معاه في هذه اللحظات كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. كابتن سيد بقول لك مبروك الفوز برباعيه، لكن كيف ترى هذه المباراه والايجابيات اللي الاهلي خرج بها النهارده في هذه المباراه الهامه قبل مباراه النجم الساحلي؟ طبعا الايجابيات الفوز بالتاكيد والثلاث نقاط، لكن كنا نتمنى انها تخرج من غير اصابات من غير خسائر يعني، لكن هي دي كره القدم وحالها. الحمد لله طبعا على كل شيء. يمكن الشوط الاول مختلف تماما عن الشوط الثاني عشان رغبه في عدم الاصابات في الشوط الثاني وعدم تعرض اي لعيب للاصابه، فحتى التغيير التكتيك اللي لعب بيه كابتن حسام في بدري في الشوط الثاني كان مختلف عن الشوط الاول، لكن خلاص المباراه انتهت واستعدادنا وتحضيرنا لمباراه النجم الساحلي ان شاء الله. اصابه عاشور، يعني انا حتى كنت بسجل مع كابتن احمد ايوب قال لسه هنعمل اشعه بكره، لكن من خبرتك كابتن سيد وانت شايف عاشور اول ما وقع كان حتى صوته احنا مسامعينه في الملعب بشكل كبير، يعني عاشور كده مفيش حتى فرصه ان يلحق مباراه النجم. يعني هنشوف طبعا، هي حاجه في العضله الضمه ممكن تبقى شد ممكن تبقى اكتر من كده شويه او اقل من كده شويه، الاشاعه تحددها بكره ان شاء الله. لكن طبعا عاشور لعيب مؤثر ولعيب مهم ولعيب يعني له مكانته في 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 النادي، وغياب كمان احمد فتحي، وهنشوف موقف عبد الله ووليد ايه، وموقف كمان هشام محمد ايه في الايام ثلاثه اللي جاي في الايام اليومين ثلاثه اللي جايين دول. لكن ايا كان الوضع احنا هنلعب ان شاء الله الرحمن بمباراه النجم في قبل النهائي. ثقتنا في المجموعه كلها موجوده، امكانيات وقدرات اللعيبه وشخصيات اللعيبه اللي موجوده كلها يعني ان شاء الله الرحمن تكون معانا في اللقاء وتساعدنا ان شاء الله الرحمن الوصول للنهائي. حضور الجماهير اللي انا مستنيه ومنتظره باذن الله في برج العرب يكون مليان سيد برج العرب باذن الله، وان شاء الله الرحمن بعد اللقاء بعد يوم 22 او في نهايه يوم 22 بعد اللقاء نكون وصلنا للنهائي ان شاء الله. شريف اكرامي، يعني حضرتك اتكلمت عن هشام ووليد وعبد الله، لكن شريف النهارده ما كانش موجود في المباراه. كابتن طارق يعني قال لي لا ان شاء الله يكون جاهز، بس طمنا لحاله شريف لانه الجهاز كان خده في المعسكر كده استبعده. شريف بالتاكيد يمكن هو في تقل في العضله الضمه او اجهاد في العضله الضمه يعني، فما فضلناش ان هو يكون موجود في اللقاء يعني، فضلنا راحته، لكن الحمد لله هو مش مصاب ولا حاجه، باذن الله يكون معانا في التمرين بكره باذن الله. الاصابات دي كابتن سيد مقلقه وفي عناصر مؤثره، ايه المطلوب من الجمهور يعمله في المباراه دي للتغلب على الغيابات دي لا قدر الله اذا كان العدد ده ممكن مش موجود؟ لعيبه طبعا مؤثره وكل حاجه، ولعيبه ليها مكانتها وخبراتها وقدراتها كمان في الفريق، لكن في النهايه خلاص احنا عندنا ثقه في اللقاء او ثقه في المجموعه اللي موجوده، ودي مباراه القلب والعقل يعني، هتلعب بقلب وحماس شديد جدا جدا جدا، لكن كمان هيبقى فيها بالتاكيد شغل بنشتغله. ان شاء الله الرحمن تحضرنا للقاء يبقى كويس، ان شاء الله الرحمن يبقى استعدادنا للقاء كويس، ان شاء الله الرحمن يبقى دخولنا في اللقاء بشكل كويس، ويبقى العامل الاهم والاكبر في وجود عناصر او غيابها اللي هو عامل التوفيق، فيا رب ان شاء الله ممكن يكون حلفنا باذن الله يا رب. غدا راحه ولا معسكر الفتره الجايه ولا هتتدربوا ازاي لماتش النجم الساحلي؟ هيقول دلوقتي هل هيبقى في تمرينه كامله للمجموعه ككل ولا في بعض الراحه، هنقول مع كابتن حسام البدري دلوقتي ونشوف الوضع ايه باذن الله. امكانيه ان الجمهور يحضر قبل الفريق ما يسافر اسكندريه متاحه المره دي ولا، وايه المطلوب من الجمهور كمان في الاستاد؟ يعني انا متاكد جدا 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 من دور الجمهور هيأديه على اكمل وجه، انا ما عنديش شك في كده، انا متاكد جدا يعني خبرات المواقف والمباريات اللي فاتت والبطولات اللي خضناها بتقول ان الجمهور عارف دوره كويس. ان شاء الله الرحمن احنا كمان باذن الله تعالى يكون الحال في التوفيق باذن الله، وان شاء الله الرحمن باذن الله عندي ثقه في كل اللعيبه، عندي ثقه في قدراتهم وشخصيتهم، وان شاء الله الرحمن باذن الله تعالى نكون في النهائي باذن الله. بالتوفيق يا كابتن سيد في القادم ان شاء الله. شكرا فندم. كابتن محمد فاروق، ده كان لقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بمباراه النجم الساحلي بالقلب والعقل، وان شاء الله الجمهور يكون ليه دور حاسم جدا في هذه المباراه، مباراه هامه جدا، وان شاء الله الاهلي كمان يتغلب على الغيابات والاصابات اللي ضربت الفريق في توقيت حساس جدا جدا من مشواره الافريقي، لكن ان شاء الله الاهلي قادر والاهلي يقدر على تخطي عقبه النجم باذن الله، والتحفيز المعنوي مهم جدا من كل وسائل الاعلام ومن الجماهير في المباريات القادمه. اليك الكلام يا كابتن محمد فاروق في انتظار لقاءات اخرى او حتى المؤتمر الصحفي للكابتن حسام البدري عقب نهايه المباراه.